شوف يا اخي ليش الحين اسريع خلني اكمل كلامي فهد فارع مقل هذه الايام بمناسبة قرار الشيخ توجد مفاجأة له يستاهل يستاهل شيخ 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 من حقه والمساندين اللي معه فيصل 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 استريح فيصل وش المفاجأة؟ انا وش المفاجأة؟ يا شيخ شباب دقيقة انا شعر الشيخ على مطاير يا بلد مفاجآت ها اخوي ابوي يا مرحبا يا مرحبا يا هلا.